حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين الاوليين من صلاه الظهر بفاتحه الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانيه ويسمع الايه احيانا وكان يقرا في العصر بفاتحه الكتاب وسورتين وكان يطول في الاولى وكان يطول في الركعه الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه